اول سؤال تسأله لنفسك هو هل مناسب ليا ان انا ابدأ بيزنس وان انا اشتغل لوحدي او فريلانس لوحدي، ولا ده مش مناسب لطبيعتي وشخصيتي واهتماماتي والفاليوز اللي انا عايش بيها. عشان تعرف ده محتاج الاول انك تاخد يعني حاجات قيادية صغيرة شوية قبل ما تبدأ تشتغل لوحدك. يعني لو انت مدرس ممكن تكون شغال في مدرسة او في سنتر او في جامعة او معهد او حتى حضانة، بيبقى في ليفل كده ان انت بقيت زي سينيور تيتشر او بقيت سوبرفايزر او بعد كده بقيت كورس كوردينيتور او بروجرام كوردينيتور، فانت خدت بعض المناصب الادارية او القيادية في الشغل اللي انت اشتغلت فيه قبل كده. هل تجربتك في المنصب ده او المنصب الاداري او القيادي ده كانت تجربة لطيفة وحسيت ان الدنيا حلوة بالنسبة لك، ولا لا انت بتحب تقف في الفصل وسط الطلبة سواء في الفصل اونلاين او اوفلاين، لان دلوقتي بقت كورسات كتيرة اونلاين يعني. فهل انت بتحب الشغل الاداري شوية والتوثيق والدوكيومنتيشن والكوردينيشن والتواصل مع الستيك هولدرز المختلفين والشغل الخاص بالاداريات ده بالنسبة لك خفيف على قلبك، ولا الموضوع بالنسبة لك لا انا بحب التدريس بس؟ ردك على السؤال ده هيبقى لي تقل كبير او وزن بالنسبة لتحركك لاتجاه انك تبقى فريلانسر او بيزنس اونر في مجال التدريس ولا لا. نقطة تانية لازم تكون مخلي بالك منها هي ان انت هتكون on your own، انت هتبقى عندك حاجات كتيرة جدا جدا بتعملها غير انك بتدرس. التدريس بالتحضير بتاعه بالassessment بالتصحيح ده كله كوم، وهيبقى عندك كوم تاني كده خاص بالماركتنج بالفاينانس بالإدارة التيم اللي انت هتجيبه بعد كده اللي هيشتغل معاك، سواء هيشتغلوا معاك في التدريس او هيشتغلوا معاك في الماركتنج والكونتنت كرييشن، كونتنت ككونتنت ماركتنج كونتنت هيكون موجود اونلاين، او لو هتعمل موقع فمحتاج ويب ديفلوبرز وهكذا. انت ممكن يبقى عندك تيم من باك جراوندز مختلفه هتكون انت اللي بتديرهم. الحاله دي انت هتحتاج توسع مداركك شويه، تكبر شنطه السكيلز بتاعتك وتحط فيها سكيلز جديده. دي معناها ان انت لازم تكون اوتونومس ليرنر، حد بيتعلم لوحده، حد بيعطل في اي حاجه بيكتب هاو تو ويتعلم الحاجات دي اونلاين، زي ما هنتكلم في بعض الفيديوهات اللي جايه انك تستخدم فري تولز واونلاين تولز تشغل بيها نفسك حتى لو مش معاك اكسبرتس في المجال اللي انت هتكون محتاجه. مثلا جرافيك ديزاين، انت مش معاك حد يبقى شغال جرافيك ديزاينر، انت ممكن تلاقي تولز اونلاين بسهوله جدا وتمبلتس تعدل عليها وتعمل بيها ديزاينز احترافيه وتبقى اللي يشوفها يفتكر ان انت معاك اجمد ديزاينر في الدنيا يعني. فهنتعلم في الحاجات دي مع بعض وهنعملها ازاي. لازم ان انت قبل ما تاخد قرار انك هتبدا بزنس لوحدك تبقى عندك ادراك ان هتشتغل على الحاجات دي بعد كده. حته ان يبقى في دماغك مايند بلوك تجاه التكنولوجي وان انا لا مش هستخدم اللابتوب او مش هستخدم برامج جديده او الحاجات الجديده اللي ممكن اتعلمها، لا المايند بلوك دي لازم تشيلها. انت دلوقتي هتبقى مدير، والمدير بيبقى عنده ادراك ووعي ب الجوانب المختلفه للبيزنس، فاينانس واتش ار وماركتنج وسيلز وبارتنرشيبس وبزنس ديفلوبمنت، جوانب مختلفه لازم تكون عارف عنها حتى لو هتجيب حد يشتغلها، بس انت لازم تبقى عارف عنها عشان تعرف تتابعه وتقيمه وتدير شغله بشكل سليم. يعني بعد الكلام اللي محمد قاله ده ابتدي في البيزنس ولا ما ابتديش ولا اعمل ايه بالظبط؟ دلوقتي احنا عندنا حالتين، يا اما انت حد عمرك ما درست قبل كده ولسه فريش جراد وما تعرفش اصلا انت عايز تدرس ولا لا، فانت في الحاله دي هتروح تدرس الاول لغايه ما ايدك تدخل في الموضوع كده وتبتدي تحب الموضوع وشايف ان انا حابب التدريس اساسا بكل المهارات بتاعته وناوي اقضي مجموعه من السنين من حياتي فيه ايا كانت، يبقى في الحاله دي هتجرب التدريس الاول وبعد كده هتبتدي تشوف الكلام اللي محمد قاله ده وتبتدي في مجال البيزنس. طيب انت جربت التدريس سواء عندك سنتين خبرة او 10 سنين او 20 سنة خبرة وعايز بقى يعني تبتدي تنطلق ويبقى ليك اسمك في المجال ويكون ليك البيزنس الخاص بتاعك، تعمل ايه؟ ببساطة شديدة جدا قصادك حاجة من دي، يا اما زي ما محمد قالك ان انت هتبتدي في المكان اللي انت فيه ده تاخد منصب قيادي شوية، تبقى كوردينيتر سينيور تيتشر او اي حاجة تقدر تساعدك ان انت تبقى بتتمرن على مهارات البيزنس المختلفة او التعامل مع السبونسرز او الستيك هولدرز او ايا كان الحاجات اللي ممكن تبقى فيها جزء اداري جوه مجال التدريس، او ان انت مفيش الفرصة دي متاحة ساعتها انت اللي هتبتدي تسعى ورا الفرصة دي، فهتعمل ايه؟ لو انت مش عارف تاخد الكلام ده او تاخد المنصب ده في اي مؤسسة من المؤسسات ساعتها هتبتدي انت في العمل الحر، فانت بدل ما تبتدي تعمل سنتر خاص بيك على طول ابتدي انت تشتغل على البراندنج بتاعك او ان انت تبقى شغال في التدريس الحر. يعني انت هتبقى الصبح في المدرسة او في السنتر او في الجامعة او في اي مكان انت شغال فيه، وبعد الظهر بتبتدي ان انت تشتغل ان انت تعلن عن نفسك اكتر وان انت تبتدي تشتغل في التدريس الحر
الحاله دي هتبتدي تعلن عن اسمك وتبتدي تمشي في الموضوع كبزنس كان انت البزنس او انت بقى رئيس جمهوريه نفسك، وهتبتدي بقى تستخدم الديزاينز والجرافيكس وتعمل فيديوهات وكل الكلام اللي محمد كان بيحكي لكم عليه.